السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي، جيتكم اليوم في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم خوتي راح نحكي لكم على موضوع مهم بزاف اللي انتم طلبتوه مني، اللي هو العمل في تركيا، واللي نحسوا انا موضوع مهم بزاف وتحتاجوا خوتي. قبل ما نبدا هذا الموضوع نتمنى انكم ديرونا متابعة للقناة وديرونا اعجاب للفيديو هذا باش الناس اللي رايحة تجي للطرق قموا تدي معلومات وتكون على بالها واش كاين في تركيا بما يخص يعني العمل، وخلكم معنا ان شاء الله في الفيديو هذايا حتى النهايه. اولا خوتي في تركيا انا بعد ما تجي اكيد راح تخدم يعني بدون لغه، الناس اللي يجوا يعني ما عندهمش لغه وكذا اوتوماتيكمون راح يخدموا في المعامل تاع الخياطه. هنايا في تركيا كاينين بزاف هذوما المعامل تاع الخياطه اللي يبدا الشغل تاعهم كيما نقولوا احنا من 8 تاع الصباح حتى نقولوا هنايا حتى 7 تاع العشيه، يعني تقريبا 11 ساعه. والخلاص يسلكوا ما بين 100 ليره حتى 120 ليره على حسب الخبره تاعك، ويعني تخدم مليح ولا لا، على حسب المفاهمه تاعك مع الشخص. يعني 100 ليره هذه هي للنهار خاوتي، والله 120 ليره ويعني فيها شويه تعب، يعني خاوتي تتعب ولكن مع الوقت توالف. اما بالنسبه للناس اللي يجوا بزاف يسقسوني يقولوا لي خاوتي انا فوتوغراف، انا ميكانيسيا، انا يا بانتر، انا يا شيفور، انا يا كذا، خاوتي هذه لازم لك لغه، لازم تجي هنا تكون تميتريزي بيان لا لونغ تركي، كي تكون تهضر مليح اللغه التركيه تقدر تدبر خدمه على حسب الميتي تاعك. اما انت في الاول اكيد راح تجي ما عندكش اللغه، لابد انك تخدم اي حاجه اللي هي متوفره بزاف اللي هي المعمل المعامل تاع الخياطه، يعني الخدمه تاع لوزينات تاع الخياطه سواء عند اتراك ولا عند سوريين. ديباني روحك في الاول ميز ما تعلم شويه لغه وكذا تولي تقدر تخدم بالميتي تاعك. من ناحيه بزاف ناس قالوا لي خدمه متعبه ثم في تركيا، لابد تتعب خويا، يعني هو كي يمد لك 100 ولا 120 ليره راح يمدها لك، لابد تتعب، مش هو راح يمدها لك باطل ما تتعبش خوتي، لازم تخدم ولازم تجهد ولازم تتعب، لابد تتعب، وانما حقك تديه خوتي، حقك تديه، وعلى حساب النشاط، يعني كاين ورشه فيها تعب، وكاين ورشه ما فيهاش تعب، انت وزهرك وانت ومكتوبك وانت والناس اللي تتعامل معاها. اما بما يخص الخدمه بالنسبه للبنات ثاني كيف كيف يقدروا يخدموا ثاني في الورشات نفس الشيء، كيما رجال كيما نساء، ماشي تزاير والله انا راك في الطرق انا راك كلشي كيف عنده كاين كاين المراه كاين الراجل. المهم خوتي كل مومو هذه هي الخدمه اللي راهي متوفره بزاف وديسبونيبل هي المعامل تاع القياده. اما حاجه اخرى خوتي انا كل مومو ما نعرفش، يعني تشوف مثلا في كشمه اوتيل والله تخدم في ريستورون ولا بيتزيريا ولا حاجه، هذيك سا ديبون انت يوم معرفتك باللغه، ولا تخدم في حانوت بيع ولا حانوت تاع لبسه ولا كاينين بزاف يعني كيما نقولوا يقولوا لي انصحنا، انا ننصحكم انكم تجيبوا اللغه، تجيبوا اللغه باش تجيكم سهله تركيا خوتي، حاجه ما هي سهله، حاجه ما هي سهله، لابد تجيك صعيبه تركيا شهر ولا شهرين من بعدها صاي توالف، توالف المحيط لونتوراج المعيشه المعاملة تاعهم الخدمة تاعهم، لابد خاوتي لو كان انت كي تجي تخدم نهار الاول تتعب، نهار الزوجة تتعب، نهار الثالث تتعب، ومن بعد خلاص الدم يوالف وتولي كيما نقولوا تتحمل هذا العمل ويولي يجيك ساهل. وهذه هي خاوتي، وان شاء الله تكونوا فهمتوا المعلومات اللي حبيت نوصلها لانهم انا نشوفهم مهمين بزاف بزاف، خاطر كاين الناس يقولوا لي يا رشيد راني نشوف في تركيا مليحة بزاف. بيان سور هي خير من زير، ولكن يعني نقولوا احنا باش نضمن لك انايا باللي تنجح ولا ما تنجحش هذيك انت وربي وانت مكتوبك. ان شاء الله خوتي نكون جاوبتكم على هذا السؤال تاع العمل في تركيا وشحال يسلكوا. نتمنى انكم تفرجوا الفيديو والناس اللي راهم يتابعوا فيا يتفرجوا حتى الاخير باش ما يضلوش يسقسوا فيا على نفس السؤال. انا راني جاوبتكم العمل والمعيشه في تركيا، المعيشه مليحه والخدمه كاينه ولكن تتعب، ما كاش حاجه تديها بارده خوتي. دوكا راك قاعد الماكله في داركم وراك تتعب، ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في رواحكم وانتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش تدعمونا خوتي باش ديما نعطيكم المعلومات اللي تستفادوا منهم، لان المعلومات اللي مدمتكم انايا مستحيل يمدمكم واحد اخر خوتي، لان معلومات حصريه ومعلومات دقيقه وفيها الصراحه. كاينين ناس ما تعجبهمش الصراحه تاعي، بصح انا نقول لكم الصراحه والحقيقه، ماذا بيا انايا تحبوني على صراحتي. نسيت باش نقول لك انا ماذا بيا خوتي اكراني على صراحتي وما تحبنيش على نفاقي، انا ماذا بيا تصدقوني واش راني نقول. ان شاء الله كي تجوا لهنايا تشوفوا واش راه كاين قدامكم وتهلاو في رواحكم. السلام.